بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبنائي وبناتي طلاب الصف الأول ثانوي مادة التاريخ، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات البث المباشر على منصة وزارة التربية والتعليم المصري. هنستكمل اليوم درسنا درس مصادر دراسة الحضارة، لحنا اشتغلنا فيه جزء المصادر الأولية في الحلقة السابقة. النهاردة هنعمل عليه مراجعة سريعة كده وهنكمل المصادر الثانوية أو المراجعة. بس قبل ما أبدأ أحب أشكر جداً جداً الطلاب والطالبات المتميزين جداً اللي تفاعلوا معايا وعملوا الهوم وورك بتاعهم بشكل رائع وجميل وبعتوه لينا على الشات. عندي طالبة مريم فيكتور ونيرة محمد ومحمد مح وياسين ويوانا رأفت وعلاء محمد وسرور. دول الطلبة متميزين جدا وأشكركم وأتمنى استمرار اجتهادكم في مادة التاريخ بالنظام الجديد. وإن شاء الله الهوم وورك اللي بعتوه هناقشه في نهاية الحلقة وهناقش معاهم أفكارهم اللي بعتوه. نبدأ ونقول بسم الله. بفكركم دايما في بداية السيشن باسم الكتاب بتاعنا وباسم الدرس. احنا اخذنا الدرس الاول الحضارة والتاريخ وبدأنا في مصادر دراسة الحضارات والنهاردة هنستكمل. احنا اتفقنا في بداية كل حلقة ان انا لازم اراجع الاهداف الموجودة في البي دي اف الموجود في على موقع الوزارة، الكتاب بتاعي الالكتروني، لازم اشوف الاهداف بتاعتي. واخذنا مصادر دراسة الحضارات وعرفنا إن هي مهمة جداً لدراسة التاريخ وخاصة التاريخ القديم، وإن بدون هذه المصادر يصعب إن أنا أعرفها وأتأكد من صحتها، وإن هي نوعين، مصادر أولية ومصادر ثانوية. وعرفنا المصادر الأولية أخذناها في السيشن السابق، والنهاردة هناخد في السيشن بتاعنا المصادر الثانوية. طيب قبل ما أبدأ في الجزء اللي احنا هنشتغله، عاوزة من بناتي وأبنائي المتميزين يكتبوا لي على الشات هم شايفين إيه. دي اللي احنا شرحنا منه جزء المصادر الأولية والمصادر الثانوية. يعني كده ما كده هنا الليزر، دي المصادر الأولية، بس أنا حولت اللي أنا شرحته في السيشن السابق إلى صور. الصور الموجودة أمامنا دي، ده اللي أنا شرحته في الحصة السابقة، حولت الكلام إلى مجموعة صور. علشان أقول لك إيه؟ إن الصور أو الآثار والنقوش والبرديات والحاجات دي كلها ممكن أنت اشتغلتها وموجودة في الكتاب. ممكن بعد كده يجي لك أي أثر صورته مش موجودة في الكتاب، لكن ممكن يجيبه ويضع عليه أسئلة. أنا جبت كده حولت الكلام اللي أنا شرحته في الحصة السابقة إلى صور. شايفين معايا صلاية نعرمر؟ يا ترى دي من ضمن إيه؟ أنا حطها من ضمن المصادر الأولية، لكن هي من ضمن إيه؟ من ضمن الآثار ولا من ضمن إيه؟ عايزين نخلي بالنا بقى، لأن كده إحنا بنعمل ريفيو على الحصة السابقة عشان نبدأ استكمال درس مصادر دراسة الحضارة. واحد يقول لي دي آثار بتاعت الملك مينا أو نعرمر، لكن أقول له طب إيه، ركز شوية، صلاية نعرمر أنا دي كانت من ضمن الآثار ولا من ضمن النقوش؟ فنخلي بالنا الحاجات دي مهمة جدا، إنها ممكن تبقى موطن سؤال وتيجي في الامتحان وأقول دي آثار وخلاص. لا، إحنا عندنا المصادر الأولية أصناف زي ما إحنا قلناها ست حاجات، دي من ضمن النقوش. طيب يا ترى النقوش أنا درستها كانت شكل واحد ولا على أكتر من نوع، شكلين، دي كانت من ضمن النقوش إيه؟ البارزة. طيب صلاية نهارمر أفتكر كده إن هي من ضمن النقوش. إيه دي يا ترى؟ دي أخدتها برضو في السيشن السابق، ده جزء من حجر باليرمو. حجر باليرمو ده برضو من ضمن الآثار؟ أقول له لأ، وإنما إيه؟ من ضمن النقوش. النقوش ايه؟ انا عندي النقوش نوعين، نقوش بارزه زي صلاية نعامر ونقوش غائره زي
حجر بلالين. فأنا يبقى نخلي بالنا جدا وننتبه إلى الصور واللي موجودة في الكتاب، وكمان أطلع على الصور اللي تكون لها مثيل، يعني إن أنا يكون عندي، ولذلك شبكة الإنترنت وبنك المعرفة والحاجات دي كلها، أطلع على الحاجات دي كلها، لأن هو مش هيجيب لك الحاجة الموجودة في الكتاب، ولكن هيقيس فهمك وتستنتج وتحلل. تمام يا شباب؟ وعاوزاكم برضو زي ما عملت الهوم ورك بتاعكم وبعتهولي، عاوزاكم برضو تبعتولي حاجات زي كده وتقولولي عليها أسئلة. طيب ده صورة لمعبد، ده هندرسه إن شاء الله في الترم الثاني، ده من ضمن حضارة اليونان. ده معبد، معبد ما دام معبد يبقى من ضمن الايه الأثر، يبقى أثر. ودي طبعا صورة الاستراكة اللي احنا تناولناها بالشرح في الحصة السابقة، وسبتكم تحطوا عليها أسئلة هوم ورك، لكن أنا هحط لكم عليها أسئلة النهاردة برضه. ودي صورة لكتبة أو لطلاب بيتعلموا الكتابة في المعبد، أو بيتعلموا في مدرسة المعبد أو في مدرسة القصر، وماسكين إيه؟ ورق. يبقى الورق ده إيه ترى؟ ورق عادي ولا ورق بردي؟ ورق البردي، دي من ضمن المصادر الأولية. وإيه ده بقى؟ إيه ده؟ إيه ده عبارة عن إيه؟ دي عبارة عن عملة نقدية. كل الكلام ده إحنا تناولناه في الشرح في الحصة السابقة، بس أنا براجع عليه بهيئة صور. ليه؟ علشان أقول لك إن النظام الجديد مش قايم على الحفظ، وأقول لك سمع لي حجر باليرمو إيه؟ مصنوع من إيه؟ أين عُصر عليه؟ لأ، هو بيجي وبيستنتج، وأنت بتستنتج وتحلل وتطبق عليه. طيب الصور دي شكلها، الملوك اللي عليها شكلها مش فرعوني، دي يا ترى؟ هو احنا ما عندناش عمله فرعونيه؟ لا، عمله العصر الفرعوني احنا كنا بنعتمد على نظام المقايضه، لكن عرفت مصر العمله بعد العصر الفرعوني، العصر البطليمي والعصر اليوناني. فدي صوره لعمله نقديه من العصر البطليمي. ودي صوره مين ده يا ترى؟ فاكرينه من السيشن السابق؟ دي صوره مانيتون السمنودي، ودي صورة هيرودوت، وعرفنا دي كتابات المؤرخين ومدى أهميتهم. طيب ودي بقى المصادر السنوية، دي اللي احنا هندرسها النهاردة، دي اللي احنا هندرسها النهاردة. دي صورة كده شكلها بردية فرعونية أو صورة نقش فرعوني كده، دي بتحكي إيه يا ترى؟ دي بتحكي قصة إيزيس وأوزوريس. ودي صورة إيه؟ صورة فيها مركب وعليها واحد واقف كده، وفي حيوانات، وفي شكلها كده في موج من تحت، ده شكله ايه يا ترى؟ دي بتحكي قصة الطوفان اللي حصلت في العراق. تمام؟ طيب ودي صور ناس مهمة كده، أكيد شعراء أو مؤرخين. بعد ما عملنا استعرضنا وحولنا اللي احنا درسناه في هيئة صور، تعال نشوف الشرح بتاعنا. أنا عاوز أقول لحضراتكم إيه؟ اللي حضر معايا السيشن السابق، الحلقة السابقة، احنا درسنا كده، عملنا الدرس بتاعنا في هيئة خرائط ذهنية، ووضحت ليكم المصادر الأولية في هيئة خريطة ذهنية ووضحتها، والمصادر السنوية قلت لكم عليها ايه، هناخدها الحصة السابقة، الحصة القادمة. طيب النهاردة عملت ايه؟ حولت الخريطة الذهنية لشكل صوت، عشان اقول لك ان احنا ممكن نقدر نترجم كلامنا كله في هيئات مختلفة. ليه؟ لان النظام الجديد كده، النظام الجديد مش هيجي يقول لك سمع لي اللي موجود في الكتاب، ولكن هي مبناء على الفهم والاستنتاج والتحليل. طيب والحاجات دي كلها منين؟ ان انا اكون عندي اطلاع للماده العلميه اللي موجوده عندي، او الماده التاريخيه الموجوده عندي في الكتاب. المصادر الاوليه خلاص احنا اتكلمنا عنها، ان هي مصدر مهم جدا، وهي كل ما كتب ونقش في العصر الحالي، و سوري اللي هو زمن وقوع الحدث، يعني أي حاجة حصلت في زمن وقوع الحدث ده يعتبر إيه؟ يعتبر من المصادر الأولية، يعني مثلا زي رحلات حتشبسوت على المعابد حصلت في وقتها، يعتبر مصدر أولي. تمام؟ الأهرامات والمعابد دي اتبنت في عهدها، طيب يبقى ده مصدر أولي، ودي تختلف أنواعها زي ما أنتوا أخدتوا الحصة السابقة. وعرفنا الآثار وأخدنا عليها أسئلة، وعرفنا النقوش وأخدنا عليها أسئلة كتير. وبعد كده أخدنا النقوش الغائرة، برضو أخدنا عليها نوعيات من الأسئلة.
انا اللي كنت طرحتها عليكم، ودي صليت نعرمر برضو، دي الحاجات دي كلها احنا اخدناها، والماده الوثائقيه البرديات شرحناها بالتفصيل، وبرديه ابرز، وبدات من هنا وطلبت منكم هوم ورك، قلت لكم انا هشرح الاستراكه بالطريقه التقليديه، لكن انا طلبت منكم انكم بعد ما شرحتها بالطريقه التقليديه انكم تحطوا عليها اسئله. وبالفعل جاتني اسئله من ابناء الطلاب جميله جدا وقريبه جدا من النظام الجديد. يعني اشكركم اشكركم بجد، مريم وثروت وعندي علاء ومجموعه كبيره جدا من الطلبه بعتوا لي اسئله بالنظام الجديد. تعالى هعمل ريفيو كده على الاستراكه وهناقش اسئلتكم قبل ما نكمل. الاستراكه احنا زي ما اتفقنا دي كسرات من الفخار او قطع من الفخار، بيسموها باللغه الدارجه الشق او الشقفه، يعني الحته، يعني اللي احنا بنسميها حته. يعني دي كانت سهله جدا الحصول عليها، وكان المصري القديم بيستخدمها في كافه حياته اليوميه. ايه يعني كافه حياته اليوميه؟ بيعمل بيها ايه؟ يعني مثلا انا استلفت حاجه من حد، طيب الحد ده عايز يضمن حقه، اعمل له ايصال زي احنا ما بيحصل في عصرنا الحديث، بعمل له ايصال او كمبياله. طيب في العصر الفرعوني عرف النظام ده، بس هيجيب ورقه منين؟ ورق البردي كان غالي. طيب فكانت كسره الفخار دي او الشقفه دي كان يكتب عليها الوصل الامانه ده. طيب عايز واحد عايز يبعت خطاب لحد، يبعت له جواب، يجيب الجواب ده يكتب ايه؟ البردي ده غالي، فيضطر يجيب الشقفه دي ويكتب عليها. طيب الولاد الصغيرين عايزين يتعلموا الكتابه، هيتعلم في حاجه غاليه؟ لا، يجيب له كسره الفخار دي. لو تلاحظوا ان انا عماله اتكلم على كسره الفخار او الشقفه اللي هي احنا بنسميها الاستراقه، واقول ايه؟ البرد غالي فبستعمله، ده غالي بستعمله، ده اضطر ان استعمل الاستراقه. يبقى اصبح ان انا الاستراقه دي مين اللي بيستخدمها؟ الطبقه المتوسطه او الطبقه الفقيره، اللي لقت في في الاستراقه يعني الغايه للتعلم، للتدريب على الكتابه، لحفظ الحقوق اللي هي زي وصلات الامانه، علشان ورق البرد كان غالي. تمام؟ طيب هنا بقى ابناء الطلاب بعتوا لي اسئله جميله قوي على الاستراقه. عندي مثلا مريم بعتالي تقول لي ان الاستراقه تساهم في كتابه الايصالات والخطابات. جميل قوي. طيب دي ممكن تجي لنا سؤال صح ولا غلط. طيب حلو، بس هخلي بالك يا مريم ان كده ده سؤال مباشر. ده سؤال مباشر ويعتمد على ان موجود في الكتاب وتذكر، ده تبع النظام الجديد، عايزين نعيد الصياغه مره ثانيه. طيب عندي كمان من ضمن بقى الاسئله اللي ممكن تيجي على الاستراقه، لان في ناس كتير قوي بيقولوا لي لما تيجي تقولي حطي اسئله، بس انا عايزه اقول لكم ما تستعجلش على السؤال عشان ما تتحولش من حفظ المعلومه لحفظ السؤال. انا عاوزاكم كده زي ابنائي وبناتي الطلاب الشاطرين اللي اتفعلوا معايا الحصه السابقه وعملوا اسئله واجتهدوا وبعتوها لي، انا عاوزاكم كده برضه بعد الشرح وطريقه الشرح بالنظام الجديد حط لي اسئله. انا هديك نوعيه سؤال زي الاستراقه. مثلا يجي لي سؤال يقول لي يوجد علاقه بين انتشار الاستراقه في مصر واحوال مصر ايه؟ السياسيه ولا الاقتصاديه ولا الدينيه ولا العسكريه؟ انا عماله اقول ايه؟ ده ورق البردي غالي فهيستخدم الاستراقه علشان سعره رخيص او هو متوفر في البيئه المصريه، فيبقى ايه؟ بتكلم على الاحوال السياسيه؟ لا، بتكلم احوال الاقتصاديه؟ طبعا ايوه، لان بتكلم كده على اللي هو القدره على الشراء، ده غالي وده متاح ليا كطبقه فقيره ومتوسطه. يبقى هنا يوجد علاقه بين انتشار الاستراقه في مصر واحوال مصر ايه؟ الاقتصاديه. ممكن يجي لي سؤال تاني يقول لي ارتبط انتشار الاستراقه في مصر باحوال مصر ايه؟ الاجتماعيه. ارتبطت انتشار الاستراقه، الاستراقه انتشرت انتشار كبير جدا، وانا عاوزاكم يا اولاد يا ريت اعملوا سيرش كده على الاستراقه، هتلاقوا الاستراقه ماده خصبه جدا لحياه المصري القديم، كان بيكتب عليها حتى حياته الشخصيه، كان بيكتب كل ما يعني يرد في ذهنه زي مذكرات مثلا كده احنا بنكتبها في عصرنا الحالي.
يا ريت لو تعملوا سيرش كده على الاستراكه عشان تشوفوا اهميه الاستراكه ايه في حياه المصري القديم. فلو جالي سؤال يقول لي ارتبط انتشار مصر باحوال مصر ايه؟ السياسيه ولا الاقتصاديه ولا الاجتماعيه ولا الدينيه؟ طبعا احوال مصر الاجتماعيه. ليه؟ لان دي الطبقه المتوسطه او الطبقه الفقيره اللي بتستعمل الاستراكه، لان الطبقه الغنيه هي اللي بتستخدم البرد، او مش الطبقه الغنيه بس، اعمل الملوك والامراء والمعابد والكهنه والحاجات دي كلها كان البردي اهم. كمان البردي كان بيستخدم في التصدير زي ما عرفنا في الحصه السابقه. تمام. عندي كمان ممكن سؤال يجي لي يقول لي ارتبط استخدام الاستراكه في مصر في الطبقات، طبعا دي بسيطه او سهله، في الطبقات الفقيره ولا الطبقات الغنيه ولا ولا المعبد اللي هو الكهنه في المعبد يعني، ولا الامراء؟ طبعا الطبقه الفقيره او المتوسطه. طيب انا قبل ما اكمل كلامي عاوز اقول لكم ان السؤال ممكن يجي على اكتر من شكل، بس الاختيار بيكون واحد فقط. يعني انا لو جبت سؤال علاقه الاستراكه او انتشار الاستراكه في مصر باحوال مصر ايه، قلت لك الاقتصاديه، ما اجيبش معاها الاجتماعيه، لان فعلا الاستراكه مرتبطه باحوال مصر ان هي الاقتصاديه، لان الاستراكه سعرها متاح او هي متاحه في البيئه المصريه، وكمان مرتبطه بالناحيه الاجتماعيه لان طبقات المجتمع الفقيره والمتوسطه هي اللي كانت بتستخدمها. طيب لما اجيب سؤال بقى واعمل اختيارات متعدده، ما اجيبش اقتصاديه واجتماعيه، لان المفروض الاختيار المتعدد يبقى اختيار اختار حاجه واحده فقط، اختار حاجه واحده ايه فقط. فبالتالي ممكن اصيغ اكتر من سؤال، بس انتبه ان يكون الاختيارات الاربعه ما يكونش فيها الا واحد فقط هو اللي صح. تمام يا شباب؟ جميل قوي. تعالى بقى نكمل هنا. عندي بعد الاستراكه ايه؟ بعد الاستراكه عندنا ايه؟ احنا درسنا ايه بعد الاستراكه؟ النقود والمسكوكات. طيب النقود والمسكوكات برضو احنا عملنا عليها كده، وقلت لكم ايه انا هشرحها كده، قطع معدنيه والسلطه العامه هي اللي ماسكاها، بس هي ذكروها بالطريقه الحديثه، وبالفعل لقيت طلبه متميزين جدا بعتوا لي حاجات على النقود، وكانوا بيسالوني هل دي تعتبر صح ولا لا. طبعا كانت اسئلتهم في منتهى الجمال بصراحه، وتدل على مدى فهمهم بشكل سريع جدا للنظام الجديد. النظام الجديد يا شباب سهل جدا، يعتمد على فهمك وعلى اطلاعك بعيد عن الحفظ. عندي النقود والمسكوكات اللي هي العملة المعدنية، ودي المصدر الوحيد سواء أولي أو ثانوي اللي بتصدره الدولة، اللي بتتحكم فيه الدولة. خلي بالك ده ممكن ده يبقى موطن سؤال، وبتعتبر من أهم مصادر دراسة الحضارة لأنها بتأرخ الحدث. يعني لو انت مسكت اي عمله معدنيه او ورقيه عندنا في العصر الحديث، هتلاقي ان عليه تاريخ اصدار العمله الورقيه، عليه اسم البلد سواء جمهوريه او مملكه او اماره، هتلاقي عليه مثلا صوره تاريخيه او صوره الملك او صوره الامير سواء بقى في الممالك او الدول، او صوره تاريخيه زي عندنا مثلا بنحط صور تاريخيه او اثريه موجودة. فالعملة الورقية أو العملة المعدنية دي سرية جدا لأنها إيه بتعاصر الحدث، فدي تعتبر مصدر أول. طيب طبعا مصر ما عرفتش النقود زي ما احنا قلنا في الحصة السابقة، مصر ما عرفتش النقود ليه؟ لأن مصر كانت في العصور الفرعونية بتعتمد على المقايضة. تعتمد على إيه يا شباب؟ المقايضة. المقايضة يعني أنا معايا مثلا معايا موارد وأنت معاك موارد، يلا تعالى نتبادلهم مع بعض. اما مصر عرفت النقود بعد العصور الفرعونيه ما خلصت، وبقينا في العصر الباطليمي والعصر اليوناني. وتعتبر اقوى يعني اول دوله عرفت نظام النقود هي اهل ليديا في اسيا الصغرى. هنا ممكن يجي لي السؤال ازاي؟ ممكن يجي لي السؤال، وابناء الطلاب بعتوا لي اسئله كثيره جدا، ممكن يقول دراسه العمله اللي هو ايه العملة النقدية، دراسة العملة النقدية تفيدنا في معرفة الأحوال الدينية ولا الأحوال العسكرية
ولا الأحوال الاقتصادية ولا الأحوال إيه؟ نقول إيه؟ مثلا هنقول التجارة مثلا. السؤال ده شكله كده مش مظبوط، ليه مش مظبوط؟ يا ترى حد يقول لي ليه مش مظبوط، وأقرأ بعد كده على الشات اللي أنتوا كاتبينه. لأن أنا قلت إن المفروض السؤال لا يحمل إلا إجابة واحدة صحيحة، وأنا لسه قايلة دلوقتي إن العملة لها أكتر من أهمية، لها أهمية اقتصادية ولها أهمية سياسية ولها أهمية اجتماعية. العملة أقدر أشوف من خلال العملة مصنوعة من، لو مصنوعة من الذهب تبقى البلد دي غنية أوي، لو من الفضة يبقى يعني مستواها إلى حد ما، طيب من النحاس والقصدير يبقى المستوى متوسط، طيب مكتوب عليها أداة حالة اقتصادية من خلال العملة المصنوعة منها، طيب مكتوب عليها التاريخ، يا ترى مكتوبة التاريخ بتاعها حديث، أعرف البلد بقى ساعتها بقى إيه، كاتبين جمهورية ولا مملكة، عرفت نظام الحكم، تمام؟ على الشكل الجمالي اللي مرسوم بها العملة، يدل على براعة الفنان اللي عندهم، أو براعة الفن اللي موجود في الفترة دي، تمام كده؟ طيب عندي مثلا، يبقى أنا هخلي بالي إن أنا لما أصيغ الأسئلة يبقى الإجابة بتاعتي إجابة واحدة صحيحة فقط، تمام؟ عندي هنا برضو من السؤال ده، النوع الوحيد، خلي بالنا النقود والمسكوكات ده النوع الوحيد من المصادر اللي بتصدره مين؟ الدولة، اللي بتصدره الدولة. بعد كده اتكلمنا عن كتابات المؤرخين، واتكلمنا عن كتابات المؤرخين وقلنا المؤرخ المعاصر للحدث. طيب احنا عندنا مثالين زي هيرودوت وزي مانيتون السمنودي. طيب هنا السؤال، هل يشترط ان الامتحان ما يجيليش الا على الاثنين دول؟ لا، ممكن على فكره تجيلي اسئله تانية عن مؤرخين تانيين ويسالوك هل دي تعتبر من كتابات المؤرخين، تعتبر سوري من المصادر الاوليه ولا المصادر الثانويه؟ خلي بالنا، وهندي اسئله في الحته دي كتير شويه. طيب عندي هيرودوت، ممكن وضحته في الحصه السابقه وقلت ان هو زار مصر وكتب كتاب بتاعه اسمه تمحيص الاخبار، ومن 9 اجزاء، وكانت مصر من الجزء الثاني، اتكلم فيها عن اخبارها ومدنها واحداثها التاريخيه والحاجات دي كلها. لكن لازم اخلي بالي منه، لان مانيتون ما كانش يتقن اللغه المصريه، كان يتكلم اللغه اليونانيه، لان هو كان يوناني وجه زار مصر. طب ايه يعني لا يتقنها؟ يعني ايه؟ يعني كان بيكتب احداث مصر اللي بيشوفه من خلال الترجمه، كان يعني بحد يترجم له ويكتب، فممكن الترجمه قد تصيب وقد تخطئ. كمان زار مصر ده فين؟ في العصور المتاخره، يعني مش في العصور المتاخره، ده في العصر المظلمي، فاصبح ان هو زار مصر ومصر اللي على سده الحكم ما هوش مصر، يعني تعتبر في حكم انها محتله، كانت بطالمه الموجودين، فبلد بيحكمها حد من غير اهل بلدها، يا ترى تبقى قويه ولا ضعيفه، تمام؟ كمان زار مصر في الاجزاء الوجه البحري فقط، ما زارش مصر في الوجه القبلي، فمعظم الاثار في الوجه القبلي. فلذلك هيرودوت ما خدش كلامه على انه مسلمات، وانما اخد كلامه بحرص، ماشي؟ مانيتون السمنودي ده مهم جدا جدا جدا، ده مصري واول مؤرخ مصري حاول كتابه تاريخ مصر، وهو يرجع عليه الفضل في انه سهل لينا دراسه التاريخ. سهل لينا دراسه التاريخ ازاي يا مس؟ سهل لينا دراسه التاريخ ان هو قسم التاريخ الى 30 اسره، اللي قسم التاريخ المصري الى 30 اسره فرعونيه اللي احنا بنشرحها دلوقتي هو مين؟ مانيتون السمنودي، تمام؟ هو اللي قسم التاريخ المصري الى قديم ودوله قديمه ودوله وسطى ودوله حديثه، وهنتطرق ليه تاني، هنرجع له تاني على فكره خلال دراستنا، تمام كده؟ طيب عندي يبقى كده، عندي يعني ممكن السؤال يجي لي ازاي؟ ممكن السؤال مثلا يجي لي يقول لي كتابات المؤرخين القدماء تعتبر من المصادر الأولية ولا الثانوية ولا من الترجمات ولا ايه؟ كتابات المؤرخين القدماء تعتبر من ايه؟ المصادر الأولية، ما انت لسه بتقولي اهو، بس السؤال كده قديم قوي، يعني لو فتحت الكتاب هلاقيه، صح؟ الكلام ده صح؟ طيب ممكن بقى يعمل لي ايه؟ يجيب لي مؤرخ زي وولد يورانت اللي احنا اتكلمنا عنه في اول الحصه خالص. وولد يورانت صاحب ايه؟ كتاب اسمه ايه؟ حد كده يفتكره؟ وولد يورانت احنا اتكلمنا عنه، صاحب كتاب قصه الحضاره.
بول ديورانت ده مؤلف أمريكي عاش في القرن العشرين، وعمل كتاب قصة الحضارة اتكلم عن حضارات كتيرة جدا. هل بول ديورانت كتابه ده يعتبر من المصادر الأولية ولا من المصادر الثانوية؟ أنا مش هجاوب بقى وهشوفكم على الشات هتكتبوا. تفتكر بول ديورانت من المصادر الأولية ولا المصادر الثانوية؟ ما هو مؤرخ برضه. بول ديورانت عصر الأحداث دي؟ لا طبعا، ده انت لسه بتقولي ده مؤرخ امريكي عاش في القرن العشرين، يبقى اصبح ان هو ايه، عصر الحدث؟ لا ما عصرش الحدث، ده اتكلم عنه. اتكلم عنه منين؟ ايش عرفه بالحاجات دي اللي حصلت؟ لانه اطلع على المصادر اللي انا بوريها ليكم دلوقتي، اطلع على الاثار، اطلع على النقوش، اطلع على كتابات المؤرخين والقدماء، اطلع على الحاجات دي كلها، وكتب المؤلف بتاعه اللي هو قصه الحضاره. فيعتبر من ايه؟ يعتبر من المصادر الثانوية اللي احنا بنسميها المراجع. يعني انتبه انتبه جدا، ممكن يجيب لك اي مؤرخ تاني. يعني ممكن يجيب لك المؤرخ اللي هو سليم حسن، المؤرخ المصري العظيم سليم حسن، صاحب كتاب او صاحب موسوعة مصر القديمة. سليم حسن ده مؤرخ عظيم مصري، صاحب موسوعة مصر القديمة، يقول لك يعتبر المؤرخ المصري العظيم سليم حسن من المصادر الأولية. طبعا ده سليم حسن ده في القرن العشرين يا جماعة، يعتبر إيه؟ مصدر ثانوي. تمام، إذا ننتبه للحاجات. وعاوزاكم تلاحظوا أنا دلوقتي، هل هيجي في الامتحان خلد تزار مصر أمتى؟ اسم كتابه إيه؟ لا، وإنما ممكن يجي لك أسئلة بالشكل ده اللي أنا قلتها ليك. يعني لو هفتح الكتاب هلاقيها؟ لا، وإنما من خلال استنتاجي وفهمي ليه. طيب، عندي كمان آخر حاجة خالص اللي هي دي كتابات المؤرخين، خلاص كده. طيب، تعالى بقى ناخد المصادر الثانوية، ده الجزء بتاعنا الجديد اللي احنا هنتكلم عليه النهاردة. المصادر الثانوية زي ما انتم شايفين كده، عملتها برضو في خريطة ذهنية، خريطة ذهنية المصادر الثانوية. عندي ثلاث حاجات: كتابات الفلاسفة والأساطير وكتابات الشعراء. طب إيه هي المصادر الثانوية اللي احنا ساعات بنسميها المراجع؟ المصادر الثانوية اللي احنا ساعات بنسميها يا شباب المراجع، احنا كمان ساعات بنسمي المصادر الثانوية دي اسم المراجع. ماشي، طيب المراجع. إيه هي المصادر الثانوية اللي هي المؤلفات؟ طيب ماشي، أمتى كتبت؟ بعد، انتبهوا بقى، بعد مرور سنوات عديدة من وقوع الحدث. بعد، شايفين يا شباب؟ بعد. طب أنا عايزة أرجع بسرعة كده، عايزة أرجع كده بسرعة ليه وأفكركم بالمصادر الثانوية. هي هي كل ما كتب أو نقش أو نقش وينتمي لزمن وقوع الحدث. يبقى المصادر الأولية تنتمي لزمن وقوع الحدث، المصادر الأولية عشان كده هي مهمة جدا، تنتمي لزمن وقوع إيه؟ الحدث، يعني معاصرة للحدث. أما المصادر الثانوية اللي هي المراجع كتبت بعد مرور سنوات عديدة من وقوع الحدث، بعد الحدث ما خلص بسنوات، زي ما قلت لكم كده، زي مين؟ زي وورد يورانت صاحب كتاب قصة الحضارة، زي المؤلف العظيم سليم حسن. دول كلهم كتبوا كتاباتهم والمؤلفات التاريخية بتاعتهم بعد، مش سنوات، بعد آلافات السنين من وقوع الحدث. طيب عندي يبقى نخلي بالنا وننتبه المصادر، الفرق بين المصادر الثانوية والمراجع. المصادر الثانوية المراجع والمصادر الأولية، الأولية تنتمي معاصرة للحدث، أما الثانوية بعد وقوع الحدث بسنوات. طيب تعتمد في كتابتها على إيه؟ تعتمد في كتابتها على المصادر الأولية، تعتمد. ولذلك صاحب كتاب قصة الحضارة وولد يورانت وسليم حسن زي ما قلت لكم، وعارف الكلام ده منين؟ عارف وكتب قصة الحضارة منين؟ من خلال اطلاع على المصادر الأولية. طيب، وهي بتشمل إيه؟ كتابات المتخصصين والباحثين الذين لم يعاصروا الأحداث التاريخية والمعتمدة على المصادر الأولية كالمؤلفات والبحوث والمقالات العلمية. تعالى بقى، إيه المصادر الثانوية دي اللي أنت بتقول عليها دي؟ زي إيه يعني؟ أنواعها إيه؟ هل هي نوع واحد ولا أنواع؟
هي 3 أنواع زي ما قلنا وشفنا في الخريطة الذهنية. شفنا في الخريطة الذهنية نفتكر كده أهي، صدر الثانوية هي 3 حاجات: كتابات الفلاسفة، كتابات الشعراء، والأساطير. عندي كتابات الفلاسفة زي سقراط وأفلاطون وأرسطو. الله، الفلاسفة سقراط وأفلاطون وأرسطو دول كلهم فين؟ في بلاد اليونان. هو ما فيش في مصر فلاسفة؟ لا، في العصر في العصر الفرعوني ما كانش فيه فلاسفة، لكن بعد كده في العصر البطليمي وجد في المصري زي أفلاطين، ده كان في العصر البطليمي، وهيباتشيا برضو في العصر اليوناني، في العصر الروماني، تمام؟ فالفلسفة عرفت بعد كده. ولذلك أنا قلت إيه في بداية الحصة، أول حصة إحنا شرحناها دي بقى اسمه إيه؟ تواصل الحضارات، التأثير والتأثر. مصر الفلسفة أساسا وجدت في بلاد اليونان ونشرتها في العالم كله، ومن ضمنهم مصر اتأثرت بيها، وطلع عندنا فلاسفة عظماء زي أفلاطين. خلي بالكم، هنا إحنا هنا عندنا في اليونان اسمه أفلاطون، في مصر اسمه أفلاطين، وده فيلسوف مصري بس كان في العصور بعد الفرعونية، وهيباتشيا في العصر الروماني، تمام. طب أنا عندي هنا، طيب بالنسبة للفلاسفة يعتبر مصدر ثانوي لمين؟ لبلاد اليونان. هي بتعتبر الفلسفة مصدر ثانوي لبلاد اليونان، من المصادر الثانوية لبلاد اليونان، اللي هي إيه؟ يجيلي سؤال كده، من المصادر الثانوية أو من المراجع أو من مصادر دراسة الحضارات، عشان ما يحددهاش قوي يسيبها مفتوحة شوية، من مصادر دراسة الحضارات لبلاد اليونان البردي ولا الاستراكة ولا نقول إيه، البردي ولا الاستراكة ولا النقوش ولا كتابات الفلاسفة؟ أنا قلت إيه؟ من مصادر دراسة حضارة بلاد اليونان اللي هي إيه؟ كتابات الفلاسفة، لأن البردي ده في مصر، النقوش موجودة هنا وهناك، لكن من المصادر الوحيدة اللي ما تلاقيش هنا إلا كتابات الفلاسفة سقراط وأفلاطون وأرسطو لبلاد اليونان. ده بالنسبة ليه؟ لحضارات العالم القديم. لكن لو فتحتها وقلت لك حضارات العالم بقى الوسطى والحديثة والحاجات دي، طبعا لا، الحضارات العالم القديم. طيب عندي برضو كتابات الفلاسفة أخلي بالي منها برضو هم، لأنهم ساعات يعني الفيلسوف ده راجل يعني راعي للحكمة، والحكمة دي مهمة قوي جدا، فهو يعني إلى حد ما بيكتب بصدق، لكن بيبقى كتابة إنسانية، تمام؟ يعني برضو، وبالتالي تعتبر مصدر ثانوي، يعني يعتبر رقم 2 في دراسة الحضارة. عندي بعد كده كتابات الشعراء. كتابات الشعراء زي هوميروس، عندي كتابات الشعراء زي هوميروس اليوناني برضو. الله، احنا بدأنا بقى ايه مصادر الثانوية دي هلاقيها عند بلاد اليونان بغزارة شوية. عندي زي اللي هو صاحب كتاب او صاحب اشعار الإلياذة والأوديسي، هوميروس هذا الرجل اللي هي الصورة بتاعته قصادنا دي، صاحب اشعار الإلياذة والأوديسي، ودي تعتبر مصدر تاريخي. خلي بالكم، مصدر تاريخي نستقي منه المعلومات السياسية والاقتصادية لمين؟ لبلاد الإغريق. يبقى أهو آدي تاني مصدر، يبقى المصدر الفلسفة ده مصدر من مصادر دراسة حضارات بلاد الإغريق، بلاد اليونان أو بلاد الإغريق. وبرضه الشعر يعتبر من المصادر المهمة جدا لدراسة حضارة بلاد الإغريق. أنا عايزة الشطار، أولاد الشطار يبدأوا بقى إيه، ينتبهوا الحاجات دي تحطها ازاي وتيجي ازاي في الامتحان، المصادر اللي تبقى حصرية كده بس دي لدراسة الحضارة. تبقى مين؟ دي الفلاسفة، الشعر بس لدراسة بلاد اليونان. ينفع انسبها لمصر؟ انا ذكرتها في مصر؟ لا طبعا. ليه؟ لان انا عندي في مصر مصادر اخرى اللي احنا عرضناها قبل كده، لكن دي تبقى حصرية. طب ايه المصدر اللي ما يعتبرش اقدر ادرس بيه الحضاره المصريه؟ في مصدر من المصادر اللي انا قلتها دلوقتي ما يعتبرش من ضمن ان انا ما اقدرش اعول عليه دراسه الحضاره المصريه. مين الشاطر اللي يقول احنا درسنا وقلت؟ النقود، النقود والمسكوكات، انا لسه قايلها دلوقتي، النقود والمسكوكات دي لانها لم تعرف في الحضاره المصريه القديمه، ولكن عرفت بعد يعني في العصر البطليمي، يعني في انتهاء العصور الفرعونيه في العصر البطليمي، يبقى انا اقدر ادرس النقود. ما مصر كانت فيها مقايضه، النقود فين؟ يبقى هذا المصدر مش موجود،
فبالتالي مش هدرس بيه الحضارة المصرية القديمة. خلي بالنا الحاجات دي مواطن أسئلة وننتبه ليه. بعد كده عندي الأساطير، وزي ما انتم شايفين كده عندي صورتين، صورة لإيزيس وأوزوريس، قصة إيزيس وأوزوريس، وقصة الطوفان. والأساطير دي تعتبر مصدر، جزء من التراث الشعبي ومصدر أدبي تعكس كتير من صور الحياة الاجتماعية والسياسية، ودي مهمة جدا وممكن تجيلي في الامتحانات، ممكن تجيلي في الامتحانات بأكتر من شكل. ليه؟ لأنها ممكن تجيلي صورة إيزيس وإيزوريس كده ويقول لك، بيسألك عليها أسئلة اللي هي تعتبر إيه من الأسئلة اللي هي الأسئلة تعتمد على الفهم والتحليل والاستنتاج والحاجات دي كلها، وهنتكلم عنها إن شاء الله مرات ومرات عديدة جدا، وعايزاكم برضو تحطوا لي عليها أسئلة. في الآخر خالص عندي إيه أهمية المصادر الأولية والثانوية؟ هل ليها أهمية؟ أهمية دراسة مصادر دراسة الحضارة. طبعا مش هيجي في الامتحانات ويقول لك اذكر مصادر دراسة الحضارات، اذكر أهمية مصادر دراسة الحضارات، اذكر أهمية المصادر الأولية، اذكر أهمية المصادر الثانوية، مش هيقول لك كده. وإنما بعد ما نقراها أنا عاوزاكم بقى يا شطار هنشوف إزاي ممكن يجي عليها السؤال. أول حاجة من أهمية المصادر الأولية والمصادر الثانوية إنها من إنتاج الإنسان. إنتاج الإنسان نتيجة إيه يا شطار؟ تفاعله مع البيئة. الله، ده إحنا لسه قايلينها الحتة دي، أنا حاسة إن أنا عارفاها من الحصة، أول حصة ليا، اللي هو إيه؟ تفاعل الإنسان مع البيئة. إيه التعريف بتاع تفاعل الإنسان مع البيئة؟ مين يفكرني؟ إحنا أخدنا تعريف في الحلقة الأولى، تفاعل الإنسان مع بيئته، ده تعريف إيه يا ترى؟ تعريف التاريخ؟ لا، ما التعريف إيه؟ مين الشاطر اللي هيكتب؟ تعريف الحضارة. الحضارة هي إيه؟ ثمرة مجهود الإنسان نتيجة تفاعله مع البيئة، ولتحسين أحوال وظروف معيشة، لتعمير الكون. أول أهمية عندي هي إن هي للمصادر الأولية والثانوية إنها إنتاج تفاعل الإنسان، إنتاج الإنسان نتيجة تفاعله مع البيئة. يبقى المصادر دي مين اللي صنعها؟ الإنسان. صنعها كده لوحده؟ لا، نتيجة تفاعله مع البيئة. ولذلك يا شباب أنا عندي معادلة كده، أو عندي اللي هو إحنا بنسميها ثلاثية، ثلاثية إيه؟ الإنسان والزمان والمكان. عشان تدرس التاريخ صح لازم يبقى تعرف إن الإنسان مهم، الزمن هو عاش فين، والمكان بتاعه فين. الثلاثة دول توفروا، لو أحسن استغلالهم هتقوم حضارة عظيمة زي الحضارات اللي احنا بندرسها دلوقتي. عندي من ضمن أهمية المصادر، مصادر دراسة الحضارات سواء الأولية ولا الثانوية، هي مصدر توثيق للمعلومات والأحداث التاريخية وسردها. ياه، ده احنا عرضنا مصادر كتير قوي في حلقتين، الحلقة دي والحلقة السابقة. كل حاجة مثلا قصة الطوفان دي متسجلة على جدران المعابد، قصة إيزيس وأوزوريس، النقوش بتاعت باليرمو مسجلة عليها أسامي الحكام، انتصار صلاية نعرمة، دي أنا عندي صلاية نعرمة مسجلة إيه؟ مسجلة انتصارات نعرمة، توحيد مملكة الشمال ومملكة الجنوب. عندي المصادر الثانوية، يبقى أصبح المصادر الثانوية كتابات الشعراء، كتابات الفلاسفة، الأساطير، إنتاج الفكري بتاع الإنسان، فدي مصدر توثيق للمعلومة والأحداث التاريخية، دي تعتبر مهمة جدا. يبقى من ضمن أهمية المصادر الأولية إيه؟ إنتاج الإنسان نتيجة تفاعله مع البيئة، ومصدر توثيق للمعلومة. تعالى بقى نشوف المصادر الأولية، تتميز بالمصادر الأولية بأنها أكثر دقة ومعاصرة للأحداث وقت وقوعها، أكثر دقة ومعاصرة للحدث. إحنا لسه قايلين عارفين. طيب أما المصادر الثانوية تتميز بأنها إيه؟ متوفرة أكثر من المصادر الأولية، وسهل الحصول عليها، وبديل، دي بقى مهمة جدا، بديل عن المصادر الأولية المفقودة. يعني إيه بديل؟ يعني أنا لو ما لقيتش آثار أو نقوش معاصرة للحدث التاريخي القديم أعمل إيه؟ خلاص تعتبر فترة منسية، ولكن ممكن أرجع لمين؟ للشعراء الموجودين في العصر ده، للأساطير الموجودة في العصر ده، تمام؟
للفلاسفة الموجودين في العصر ده، فتعتبر بديل عن المصادر الأولية المفقودة. يعني أمتى المصادر السنوية تبقى على قدر كبير من الأهمية؟ في حالة فقد المصادر الأولية. خلي بالكم وأنا بشرح دلوقتي بتك قوي على بعض الكلمات عشان تنتبهوا إن دي مواطن أسئلة، مش هيجي لك في الامتحان قارن بين المصادر الأولية والمصادر الثانوية من حيث الأهمية، انتهى، ده حفظ، ولكن هيجي لك في هيئة ما فهمته واستنتجته وتحليله. يبقى من المصادر التي تعتبر التي لها قدر كبير من الأهمية. أول ما تسمع الجملة دي قدر كبير من الأهمية، دي تعتبر المصادر الأولية، دي هي المصادر الأولية، هي القدر كبير من الأهمية. لكن أكمل بقى، في حالة عدم وجود الآثار. راح أذكر لك كلمة كده، في حالة عدم وجود المصادر الأولية. يبقى سؤال هدية كده سهل وبسيط يقدمه لك، يا ترى الترجمات، يا ترى الشعراء، يا ترى الأساطير، ولا يا ترى إيه؟ الآثار. مين الشاطر اللي جاوبني؟ عايزة أقول لكم إن السؤال ده لو انتبهتوا ليه إجاباته مش صحيحة، لأني أنا ذكرت إيه؟ ذكرت الحاجات الخاصة بالمصادر السنوية. يبقى ننتبه، لأن أنا في أبناء الطلاب بعتوا لي أسئلة جميلة جدا، بس طلبت منهم يعيدوا الصيام، لأن أنا عاوزاك لما تيجي تتعود على النظام الجديد تنتبه وأنت بتكتب السؤال اللي هو جدر السؤال أو الجملة العبارة والاختيار المتعدد، يبقى في اختيار واحد صح والباقي هو اللي هو بعيد عن الصح شوية. تمام يا شباب، خلي بالنا الأسئلة مهمة جدا، إنك تقرأ الجملة الجدر بتاع السؤال بالكامل عشان تشوف تختار الصح بعد كده. عندنا لسه شوية إيه بقى، إحنا كده درسنا مع بعض إيه يا شباب؟ درسنا مع بعض مصادر في الحلقة دي والحلقة السابقة، المصادر الأولية والمصادر الثانوية. عندي كده كام سؤال عاوزة أقوله لكم قبل، أو كام جزء كده عايزة أقوله ليكم عشان تنتبهوا ليه وتعملوا لي الهوم ورك بتاعكم. أول حاجة إن إحنا ما نستعجلش على الأسئلة، ما تستعجلش على الأسئلة، الأسئلة هتيجي في وقتها. أنا عاوزاكم زي ما عملتوا معايا الحلقة السابقة وبعثتوا لي أسئلة من خلال ما فهمتوه، وسبت لكم جزء أنا ما شرحتوش وقلت لكم أنا هشرحه كده بالطريقة التقليدية العادية، وأنتوا حطوا عليه أسئلة بالنظام الجديد، وفي طلبة رائعين اللي أنا ذكرت أسمائهم في بداية الحلقة بعتوا لي أسئلة. أنا عاوزاكم كده النهاردة بقى تفتحوا بقى وتاخدوا الدرس الأول تقروا كويس، والدرس الثاني تقروا كويس بالطريقة اللي إحنا اتعودنا عليها، وتحطوا عليه أسئلة. طيب عندي كام سؤال كده، يجي يقول لي سؤال عايز أقوله لكم، وأنا مصرة إن أنا أقوله لكم كده شفاهة مش كتابة. ليه؟ عشان نشغل مخنا أكتر. تمام يا شباب، أنا عاوزة سؤال عن انتقال الحضارات. سؤال عن انتقال الحضارات في إجابة بتاعته تحمل مرة واحدة، وإجابة تحمل مرتين، وإجابة تحمل ثلاث مرات، وإجابة تحمل أربع مرات. ده سؤال الهوم ورك بتاعكم، هعمل لكم تكليفات بدل ما تطلبوا مني الأسئلة أنا اللي هديكم أسئلة، أنتوا اللي هتعملوا الأسئلة. عاوزة سؤال عن انتقال الحضارات، الحضارة انتقلت من الشرق إلى الغرب ومن الغرب للشرق. أنا عاوزة سؤال يتكتب ليه إجابة انتقلت مرة واحدة، وليه إجابة انتقلت مرتين، وسؤال إجابته انتقلت ثلاث مرات، وسؤال انتقلت أربع مرات. هذا سؤال أنا عاوزة منكم تعملوه وتبعتوا لي على الشات. طيب عاوز كمان سؤال تقولوا لي صورة، لو أنتم ما عرفتوش تبعتوا لي الصورة اتكلموا عنها، صورة عن كذا، وتحطوا لي عليها أسئلة. تمام كده؟ طيب يبقى أنا عايزة صورة، لو أنت ما عرفتش تبعت لي الصورة ابعت لي اتكلمني، يعني قول لي صورة عن كذا وحط لي عليها سؤال. تمام كده؟ طيب عايزة كمان من ضمن الأسئلة اللي أنا عايزة أسألها لكم، عايزة أسئلة عن مثلا نقول إيه، أسئلة عن قصة الحضارة بتاعت وولد يوران. قصة الحضارة وولد يوران ازاي نقدر نحط عليها سؤال؟
عايزه سؤال كمان عندي عن السلايد اللي قصادكم دي، اهميه المصادر الاوليه والمصادر الثانويه اللي هي اللي كانت بتيجي في الامتحانات بهيئه اذكر، وانت بقى ايه تروح مستدعي الاربع عناصر دول. انا عايزه سؤال او سؤالين عن اهميه مصادر الاوليه والمصادر الثانويه، سؤال او سؤالين بالطريقه الحديثه، وعاوزه كمان سؤال عن اهميه دراسه التاريخ. شايفين انا طالبه منكم ايه؟ طالبه منكم ان انتم تعيدوا مذاكره الفصل الاول والفصل الثاني، عشان ان شاء الله الحلقه الجايه هناخد الفصل الثالث. بس عاوزاكم انتم بقى اللي هتبعتوا لي الاسئله، اللي هتبعتوا لي الاسئله علشان اطمن ان انتم فهمتوا النظام الجديد، عشان ابدا معاكم بقى الشغل مع الحلقه الرابعه اللي هتبقى يوم الاربعاء ان شاء الله الساعه 7، ونبدا مع بعض واكون مطمنه ان انتم فهمتوا النظام الجديد ووضع الاسئله فيه. في انتظاركم دايما، وعلى وعد بلقاء متجدد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.